تكونوا بألف خير وصحة جيدة. جيت لكم اليوم فيديو جديد من دائم بيقولنا عن طلب واحد السيدة كانت سألتني على الأشياء اللي الشامبوان أو البلسم اللي تستعمل لأن شعرها حاطة ليه مش المهم. جيت اليوم وغنوريكم الأشياء اللي كنستعمل أنا، وكنت درت فيديو خاص مرة على الشامبوانات تاع الميش الناس اللي عندهم ميش باش يحيد داك الأورانج اللي كيكون عندنا في الشعر. المهم أنا نجيب لكم بعض الأشياء من بي إم فاو. المهم بالنسبة نبدا لكم بهذا هو الأول، هذا زيلبر غلانز فاربا كوريكتور كي كوريكتي الكولور بالنسبة للناس اللي عندهم البلون بحالي أنا، وبالنسبة للناس اللي عندهم الشعر الأبيض أو الجري. هذا مثلا فيه الكيراتين، تقدري تشري واحد بحال هذا مثلا تشتري وتجربي وتشوفي. هذا قالك تحطيه بعد ما تغسلي شعرك مزيان، تحطي هذا 5 إلى 10 دقائق وتحيديه. خلوا بالكم ممكن بعض الناس يعلم اكثر، انا ما كنخليش 5 إلى 10 دقائق، انا كنخلي 3 4 دقائق. هذا هو من باليه. وعندنا عاوتاني هذا سبراي بنات، هذا سبراي من باليه بروفيسيونيل اونتي جل يعني ضد الاورانج او ضد البرتقالي اللي كيكون في الشعر اللي فيه ليمش. هذا نفس الشيء كمان فيه الكيراتين، فيه الكيراتين. شنو قال لك عليه بنات؟ من بعد ما تنظفي الشعر تاعك، من بعد ما تغسلي الشعر وتنشفيه فيه مزيان يعني ما يبقاش فيه يقطر بالماء، ترشيه على شعرك، تبعدي هاك وترشيه على الشعر وتخليه. هذا ما كيتغسلش بنات. عندنا هاد الماركه بنات من بنات من باليه، باليه بروفيسيونيل. هذا كيليق الشعر اللي بالنسبه للناس اللي عندهم تساقط شعر كثيف. هذا مثلا هذا البلسم وفيه الشامبوان تاعو، فيه عندك الشامبوان والبلسم وفيه السيروم تاعو. هذا الشامبوان كل واحد كيعرف يستعمل الشامبوان والبلسم، اي وحده بتعرف تستعمل البلسم. وفيه السيروم، هذا السيروم ديالو بتحطيه على شعرك. شنو كاتبين عليه؟ هذا يوميا بتحطيه بالدوزي، بتحطيه على شعرك هكا وتشققي به شعرك هكا. نيشت او شبولين يعني هذا ما بيتغسل، ملي كتحطيه في شعرك هذا ما كتغسليش، اخر مرحله هي هذا بيحد منطقة تساقط الشعر حل سخون. المهم هذا بنات انا حطيته في تيك توك بس ما هدرتش عليه مزيان صراحه. انا اشتريت هذا من جليسكو نايت اليكسير. هذا بيتحط على الشعر طبعا شعرك بالليل، بتاخذي نقطتين منه وبتحطيه على الاطراف. صراحه بنات هذا بيجنن، انا تقريبا 10 ايام بجربه وغزال غزال غزال كيحمق، رائع جدا جدا. خديت من هذا ثمنه 7.95 €. وخديت كمان من هذا بنات، وخديت هذا بيعطي ترطيب للشعر صراحة. الاثنين هادو أنا خديت هادو الاثنين، روعة روعة روعة. هذا ثمنه 3.95 €. هذا بتحطيه ملي يكون شعرك فازك. هذا حاطين عليه للشعر العادي والتخوكنا يعني الشعر الجاف. من أروع ما جربت صراحة هادو، روعة روعة. على حساب بنات جربوهم كثير حلوين. في نفس من نفس الجام بنات جليسكو عندنا هذا الاكسبريس، اسمه اكسبريس روبير شبيلونغ. هذا بلسم فيه حمض الهياليونيك، هذا كمان للشعر من نفس البراند. وعندكم كمان الشامبوان تاعو، شو حاطين هذا صراحة ما جربتوش. المهم هذا بالسبخي هكا بيترش، بالسبخي هذا بيترشي على شعرك بس ما قريتش اذا بيتغسل ولا لا. نشوف هذا بنات ما بيتغسل، نيشت او شبيلن يعني هذا بتحطيه لما تخلصي بتحطيه هذا بلسم ما بيتغسل، يفضل في الشعر.
بنات فاكرين هذا كنت كلمت عليكم هدرت لكم عليه من زمان، كلمتكم عليه من زمان. هذا صراحة من سنين وسنين أنا بستعمله. هذا للشعر الجاف والمتضرر. هذا فيه كيراتين، هيك فلوسيش ما عرفتش شكون نقولها بالعربية. المهم فيه كيراتين بترشي على شعرك. هذا آخر شيء لما تعملي شعرك بالنشفيه وتصوبي بترشي عليه. هذا فيه ريحة طيبة، ريحة بتجنن وبيخلي الشعر هيك رطب وبيجنن. هذا غليسكور من شفاتسكور. اوكي، بالنسبة للسيدة اللي سولتني كمان على الشامبوان او للشعر اللي فيه مش، كنت كلمتكم على هذا في فيديو سابق. هذا هاغ جلوسينج. هذا بالنسبة للناس اللي حاطين مش وشعرهم بلوند، فيهم يحطوا هذا بيشيل الاورنج اللي في الشعر ما عرفتش بيداوي الكلمة. المهم هذا كتير حلو، انا عندي كمان بالبيت بستعمله. هو لونه ازرق هيك بنات، شفتوا كتير حلو. هذا مثل الصبغة بتحطيه، هما قالوا بتخليه من 2 الى 3 دقائق وتغسليه. هذا بيحيد كل شيء اللي عندك اورنج في الشعر. روعة، هذا روعة روعة روعة. ثمنه 5 أورو و95 بنات. وفي منه كمان بنات، في منه كمان اللي شعرها بني، في كمان منه هلا للشوكوبرون اللي شعرها بني فيها تستعمله وتخلي مثل الصبغه. هذا مثل الصبغه، بيكون شعرك فاسق. انا بخلي شعري مبلول وبحط عليه، بخليه 2 الى 3 دقائق. طبعا هذاك البلون ماشي. هذا بالنسبه للناس اللي عندهم شعر بني، كثير رائع، ثمنه رخيص و 5 أورو 95. هذا بنات لقيت عندهم هاد ادغا هياليرونيك بنات. هذا ماسك للشعر، قال لك فيه 12% من الحمض الهياليرونيك، بيعطي ترطيب للشعر، يعني بيغذي مش المعنى اللي رطب، بس هذا مغذي للشعر، بيعطيه ترطيب. هذا فيه 12%، كثير حلو، حاخذ وحجرب وحاقول لكم. يعني بيعطي ترطيب 72 ساعة، من ماركة لوريال، وثمنه بنات 3 أورو و5. نشوف 3 أورو و95. هذا ممكن بفرنسا يكون ثمنه أكثر بكثير. ولا بنات، بالنسبة للبنات اللي بيحبوا أشياء طبيعية، هذا أول مرة بشوفه في الدي إم، ممكن ما خدش بالي، ولكن ده بعد أول يعني أول مرة شفتهم. هذا اسمه نو بلانيت، هذا كله فيه طبيعي. هذا شامبو للشعر، يعني للشعر فيه 98% مواد طبيعية. هذا ثمنه 2.55 أورو. والبلسم تاعو كان البلسم مش هذا، هذا بلسم ثاني من نوع ثاني، فيه لوز وفيه أوليفن وفيه الكافي. هذا 1.45 أورو، يعني البلسم تاعو 1.45 أورو والشامبو 2.55 أورو. هذا بالنسبة للناس اللي يحبوا الشامبو الطبيعي، ما فيهوش مواد كيميائيه. بنات انتقلت لكم، هذه ما حاطينهاش مكان الماكين ميك اب، حاطينها مكان الصبغات الشعر. هذا اوغن فارب، اوغن براون فارب، يعني صبغه للحواجب. هذه دونك البلوند، يعني بلون فونسي. هذا الكبيداين لغايه 4 أسابيع. هذه صبغه للحواجب، فيها لغايه 10 مرات تستعمليها. انا عندي واحد بالبيت، اذا بدكم احكي لكم عني. عندي واحد بالبيت اخذته المره اللي فاتت، فيه هيل براون يعني شاتان كلير او البني الفاتح، وفيه البني الغامق، وفيه البلون فونسي. في 3 أنواع عندهم، 88 أورو و98 دولار. وهذا كمان فينبن فارب او جن براون بلس فينبن فارب، هذا للحواجب ولا الرموش. هذا صبغه في الفيتامين سي. هذا ثمنه 6 أورو و45. وطبعا فيه اظن فيه الوان، فيه البني، فيه الاسود بنات، في بني واسود، وهذا دونك البراون يعني بني غامق، وفيه كمان من هذا الماركه اسود للحواجب وللرموش. هذا المهم بنات، هنا كاينين البارفانات، هذه لازم اعمل لكم عليها فيديو خاص للبارفانات. هادو حاطين شيء جديد.
من بلاي بوي. المهم بنات اتمنى الفيديو يعجبكم ونقول لكم ان شاء الله يعني الى فيديو قادم. لا تنسوا اللايك واذا في تعليق واذا في اي شيء او استفسارات عن اي ما عن اي يعني اي منتج انا تحت الامر. اتمنى الفيديو يعجبكم ونقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم. دابا غنحاول نصور لكم فيديو ثاني عن الواقي الشمسي اللي في الدائم. الى اللقاء.